وعلى هالقبة ديالها هو واجد. هنايا نخيط مع اليد القيطان جا فوق الخياطة، ثم الجهة النورانية الخدمة فينية ومزيانة. هنا السلام عليكم، نشارك معكم هاد الدار ان شاء الله طريقة ديال تركاب ديال القب. هنا سرجيناه تشوفوا السرجي، وهنا الجهة اللورانية ديال الملاقية هي هادي. ندوز على واحد الخياطة، خليت تقريبا واحد 4 سنتيم ولا 5، تخيطوهاش، خيطو القيطان ديالنا. ندوزو على الحشية حتى نوصلو للراس، نخرجو القب ديالنا. سنتيم كويس، نخليوه زايد، شتيوه، خليوه سنتيم زايد، ندخلوه من الداخل، وعاد نخيطو القب ديالنا، نخيطو هاد 5 سنتيم اللي ما خيطناش قبيلة، نخيطوها للداخل. الخيطان نقدر نسرجيوها من هنايا، علاش باش نقلبو القب ديالنا بدايا، تيجي القنت هاد الراس هدا فين الزيادة هادي، بغينا نحيدوها نحيدوها قبل نقص. خدامين وحنا كنقيو، دابا الخياطة الثانية اللي غنخيطو غنجيبوها على، ما نجيبوهاش في الوجه، نجيبوها من اللور من هنا، نركبو السيفة ديالنا بهاد الطريقة هادي، خليو شي شوية كوز زيت، ونمشيو مع الحاشية ديال الخرطان. الخدامين حنا كنقادو بيدينا،
خدمه القيطان كتكون سهله على الترسان. الانسان مزيان يخدم كل قيطان يتقنو مزيان باش فاش يجي يخدم الترسان يجي عارف انت هو ساهل. دابا الاغلبيه ديال الناس كيطلبوا القيطان. سنتيم زايد نجيو لهاد الجهة الثانية نعطيو هكايا السيفة ديالنا بهاد الشكل هدا نحيدو بعد هاد الخيط هدا باش ميديروجيناش السوجي نمشيو مع الحاشية ديال التشيفة نوصلو للجهة الأخرى كذلك ونطوي السيفة ديالنا للداخل نجيبو عاوتاني القيطان ديالنا دائما نمشيو مع الحاشية للتشيفة لهنا الخيط هاد القيطان هدا نقدرو ندخلو هنا للداخل القب ديالنا ها السيفة ديالو واجدة هادي الكسدة ديالنا كنكونو مدوزين منها القيطان ومدوزين السيفة في القدام في الهابط هكايا تنجيبو القب ديالنا بهاد الشكل هدا هاك تقريبا كنكون مخلين واحد 13 سنتي نخلي واحد 13 سنتي هاد السميطة ديال الكارنيتور
انتم مع الكرانة، هو الوسط ديال الكرانة، هاي الكرانة هنا مع الخياطة ديال النقية القبية هادي. تنخلي واحد نص سنتيم يكون هنايا، يكون هنايا هالقب. بتيجي بهذا الشكل على البداية. نجيبو القطن. نلبسو في هاد الخياطة هادي. زوج القيطان هذا بالخياطة ديال الطوق، لقينا بها القب مع الطوق. نحيدو هاد الخيط هدا، نجيبو هاد الخيط الكرونة هاد الكارنيتور هادي كنطفلو هاد الخيط لداخل الكوايا، كنطيحو هاد السبطة ديالنا هدايا، جهة أخرى كذلك تعطيطا هنايا.
انتوا اصلا قاعدين ناكل ده يعني. كنمشيو مع الدورة كاملة حتى الآخر، وأنا ها القبة ديالنا هو واجد، هنايا كنخيط مع اليد، القيطان جا فوق الخياطة، هانتوما. الجهة اللورانية الخدمة فينية ومزيانة هنا نتمنى هذا الفيديو هذا يكون مفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.